أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج كلام آخر. لماذا رجال السياسة يستعملون خطابا هجينا وغريبا؟ أحيانا يتكلمون وكأنهم لا يتكلمون، وأحيانا يهدرون فقط. لماذا لا يستعملون لغة سياسية واضحة مثل ما يفعل ذلك رجال السياسة في الدول الأخرى وفي العالم؟ سنناقش في هذا البرنامج اللغة السياسية لدى رجال السياسة. لمناقشة هذا الموضوع استضيف اليوم زملاء إدير بن يونس مدير يومية لاديبيش دو كابيلي، شكرا على يساري، واستضيف أيضا حسن موالي صحفي مستقل، وحسن وعلي صحفي بيومية الوطن. مساء الخير. قبل أن أفتح النقاش نستمع إلى هذا التقرير ثم نعود إلى النقاش. يستعمل رجال السياسة من الموالاة والمعارضة ومن الحكومة أيضا في كثير من الأحيان لغة سياسية لا تليق بهم. أيعقل أن يقول رجل سياسة يا العنبول ما يحبناش؟ تحيا الجزائر وين العنبول ما يحبناش؟ أيعقل أن تدعو رئيسة حزب السلطة لمواجهة جزء من الشعب بسبب احتفالية ثقافية؟ أيعقل أن يقول مسؤول حكومي ما تشربوش الياغورت؟ أكثر من هذا، أيعقل أن يصف رئيس حزب كبير زميلا له هو الآخر رئيس حزب ووزير سابق بالأغيولة، وهي كلمة أمازيغية معناها الحمار. هل يستوي الذين يعلمون؟ احنا نعرفوا نعلمون، والذين لا يعلمون أغيول. بعض الوزراء لا يعرفون كيف يدافعون عن برامجهم ويشرحون سياسة بلدهم بلغة واضحة سليمة مبنية بناء صحيحا، ويتحدثون بطريقة خبط عشواء كأنهم يهدروا من أجل هدرة فقط. والمشكلة أنهم لا يجيدون إيصال الرسائل السياسية لا باللغة العربية ولا باللغة الفرنسية. الاتصال السياسي غائب في ممارسة السياسيين، والبعض منهم لا يعرفه ولا يسمع به، لهذا كلما تكلموا يحدثون أزمة أو مشكلة. هنا يصبح السكوت أفضل من الكلام، هنا يصبح الصمت ذهبا. الصمت يصبح ذهبا. إدير بن يونس، ما رأيك في كلام عمارة بن يونس، شقيقك عمارة بن يونس، في لما يقول يلعن أبو اللي ما حبناش؟ شكرا على الاستضافة. هو عمارة بن يونس رجل سياسي يعني يتحمل مسؤولية وش يقول برك في هذه، بس كان قريب منه هذه تعليم ما يحبناش. مسرحية بابور غرق اللي تلعبت في أوائل الثمانينات، سيما بن عيسى يكملها ينعل بولي ما يحبناش على الجزائريين، ما يحبش الجزائريين. مقولة كان يقولها واحد 4 سنين مقبل، ما صرا والو. كلكو بار واحد ديسيدا باللي ما تزيدش يقولها، وابري هو ثاني كي واحد يغلط رجل سياسي يغلط ما من زلة لسان لازم يستعرف ويقول يوضح كما داروا هو، كما دار هو يعني استعرفوا بالخطا يوضح واش الكونتكست اللي قالها، واش علاه قالها. بعد هذاك هو الرجل السياسي يغلط وعنده زلة لسان يخلصها. تعرف يدير رجل السياسي غير رجل المسرح، بامكان سليمان بن عيسى اللي نحييه بالمناسبه ان يقول ما يريد، لكن رجل السياسه لما يعرض برنامجه للناس ويطرح افكار ويقترح نفسه بديل للسلطة لا يستطيع أن يقول لجزء من الرأي العام يلعن بولي ما يحبناش، لأنه أي رجل سياسة فيه جزء معاه وجزء ضده، وكأنه يشتم جزء من الشعب الجزائري أو من الرأي العام. هل أحس بأنه ارتكب يعني خطأ سياسي كبير؟ لا، هذه ثانية استغرب ما من التوضيحات، ما من التوضيحات يعطيها المعني بالأمر، ما زال تشبته باللي هذه. هو قال لك أني نهضر على الجزائريين على بولي ما يحبناش، على الجزائريين ما يحبش الجزائريين. قالها أكثر من 5 خطرات ولا 6 خطرات. أبري سي لي جون جوج، ممكن واحد يقول يوضح المعني بالأمر يوضح، والناس تثبت باللي تقول باللي ماشي هذه، هذيك سانوتر ديبا، حاجة خلاف. مي هو فسرها قال لك علاه قلتها، وقال لك ولا جرحت الناس، تسمح منهم، داير مازالش قالها. حسن موليد، توافق وجهة نظر إدير؟ إدير يحاول أن يعني يفسر حسب ما سمعه من أخيه، ولكن أنا أظن أن الشيء عمارة بن يونس قالها في سياق معين. يعني هو حزبه كان يساند رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، دونك نعلبوا اللي ما يحبناش حنا كأنصار بوتفليقة والآخرين، الآخرين كل الآخرين الذين لا يساندون بوتفليقة، نعلبوا اللي ما يحبناش هما. دونك جو بونس كهذا هو السياق.
Après, bon, Amara, bon, je suis sûr qu'au fond de lui-même, il a regretté d'avoir prononcé cette petite phrase qui a fait mal. Et moi, je pense que هذا زلات اللسان كل هذه الكلمات التي تجرح الإنسان التي نسمعها في الخطاب السياسي لما يسمى برجال السياسة في الجزائر هي انعكاس للمجتمع الجزائري برمته لأن عندما نتكلم عن رجال السياسة حتى يعني الوزراء كلنا نسمع يعني بعض الولاة يتفوهون بكلمات يعني نستحي أن نتكلم بها الآن في حصة تلفزيونية كيف يتعاملون مع المواطنين الذين هم يعني من المفترض أن يكونوا يعني في خدمة المواطن آخرهم أظن هو والي من والي نعم. ولاية الطارف أو عنبة نعم. شاهدتم كيف كان يتعامل مع مجاهد كبير إذن أظن هو انعكاس المجتمع نحن عندنا ضف إلى ذلك أن نحن كجزائريين عندنا معضلة اللغة nous sommes des analphabètes trilingues nous ne parlons ni l'arabe ni le français ni l'anglais ni le kabyle d'accord donc quand on s'exprime publiquement on puise parfois dans un jargon qui n'est pas approprié Hassan أعطي رأيي أنا أيضا صحيح هناك نوع من العنف في اللغة المستعملة من طرف الجزائريين تصيب مثلا مواطن ما عجبتوش الحكومة مش ينتقد الحكومة ينتقد الدولة ويسب الدولة ولا عند الدولة واحيانا يدعي على الدوله يعني حنا كاين عنف ولكن عند الراي العام يمكن تفهم هذا الموقف عند رجال السياسه لا يمكن لانه رجل السياسه سواء كان في السلطه او في المعارضه يجب ان يحسب لكلامه لازم ان يدرس الهدف من كلامه سبب كلامه في السياسه لا يوجد كلام او هدر على عواهنها يعني يوجد خطاب سياسي وتوجد رساله سياسيه احيانا المفروض انه رجل السياسه لما يتكلم يجي يعطي ميساج بوليتيك رساله سياسيه في عدد قليل من الكلمات محسوبه مدروسه ويذهب الى حال سبيله عندنا نلقاو واحد يتهم زميله باغيول واحد يعني واحد يقول لك كما عمار بن يونس يقول الله اللي ما يحبناش لا نشكك في نوايا الناس ولكن اللغة السياسية الخطاب السياسي غير مدروس كلام وكأنه جاي يهضر ويروح وهذا يعطي صورة سيئة عن رجال السياسة أنا أظن غير ممكن أن نتكلم عن خطاب سياسي لأن مبدئيا الخطاب السياسي راقي ولكن نحن نتكلم عن هدرة سياسية كما تفضل التقرير هي هدرة سياسية تعكس مستوى المنظومة السياسية برمتها أنا يعني تتذكرون في 2001 الوزير السابق وزير الداخليه زرهوني عندما صرح ب قضيه ماسينيسا كان خارج ميقراش والسيد كان عنده 19 ما 19 فرونسي انظر يعني لا مسؤوليه باسكو فينالمون سي اون ايريسبونسابيليتي لا مسؤوليه الرجل السياسي يفترض ان يكون مسؤول يفترض ان يكون قدوه لمن يسمع خطابه لان انا كانسان كمواطن بسيط عندي الحق ان التفوه بكلمات ربما غير لائقة ولكن المسؤول السياسي ينتظر منه أن يكون قدوة وأن يكون المثل الأعلى والآن ما نشاهده هو أن مستوى الجمهور العام مستوى الجزائريين تقريبا كبير على مستوى الذين يحكموننا ذكرتنا بزرهوني كان زرهوني يعني هذا الانطباع السائد عند الرأي العام لما يتحدث يدير ديقة يعني يدير مشكلة كل ما يتحدث ربما البعض يقول أنه لا يتقن العربية أو ربما هو يتقن الفرنسية ولكن يريد أن يتحدث بالعربية ممكن توافق هذا الطرح حسن وعلي؟ ممكن ولكن نحبط برك نوضح حاجة أنه بشكل عام في السنوات الأخيرة طفى إلى السطح خطاب سياسي فقير جدا نخبة سياسية ليست في مستوى التطلعات الجزائريين ليس في مستوى طموحات بلد مثل الجزائر يعني فيه تراجع كبير وهذا ما جعل انه حتى ما اسمه بالفرنسي لا بارول بيبليك ما عندهاش مصداقيه فبالتالي المسؤول السياسي سواء في حزب او في مسؤوليه رسميه كلامهم لم يعد قادر على اقناع الناس وهذا ربما ناتج لعده اسباب ولكن لسبب رئيسي مهم هو انه
في الوضع اللي نعيشه في السنوات الأخيرة، أنه ليس مطلوب من الرجل السياسي المسؤول في حزب أو وزير أو في مختلف المستويات أنه يقوم بعمل سياسي، ولكن المطلوب منهم في الغالب أنهم تلهية الرأي العام، ولكن تسلية رديئة. لما نسمع مثلا الوزير الأول عبد الملك سلال بور نو با لو نومي، هو يستحق يعني لا بالم دور في لا ميديوكارتي بوليتيك، ولكن ونجي يعني حتى في الفلان سمعنا كلام بذيء من عمر سعيداني، قال كلام في حق الويزا حمل مثلا لا يقال، وعدة مسؤولين ولد عباس في الفلان وعد، يعني أمثلة عديدة. لأنه ببساطة غير مطلوب من الناس هذو أنه يمارسوا السياسة، غير مطلوب منهم أنه يرقوا الخطاب السياسي، يواصلوا في خطاب سياسي، لأنه في الأصل لا يمارسون السياسة، هم وجدوا في هذه الأماكن في هذه المراكز ليس تراكم نضالي سياسي إلى آخره، لنضال لممارسة سياسية في الأصل، في الأصل لا يعبرون حتى عن برامج التي هي من المفروض تؤسس لحزب، تؤسس لحكومة، تؤسس لوزير. تريد أن تقول أنهم جاءوا إلى السياسة يعني هكذا عن طريق ما جاءوش اعتباطيا؟ لا لا، ليس صدفة، لا ليس صدفة، هناك منظومة عمل، هناك تصور خلى أن الناس مثل هذا النوع تطفو إلى السطح وتسيطر على المشهد السياسي، تسيطر على المشهد الاجتماعي. أنا لا أوافق حسن موالي لما يقول أنه المجتمع الجزائري هو هكا يعني يعكس حقيقة المجتمع الجزائري. لا، المجتمع الجزائري ذكي، والجزائريون مش سيباي اون ماس هكا وغاشي ويلا. المجتمع الجزائري سي دي كاتيجوري، يعني فيه أطباء، فيه أساتذة جامعيين، فيه رياضيين، فيه مهندسين، فيه طلبة، ناس أذكياء. لي زالجيريان نو سون با بيت، لي زالجيريان ناكسبت با سو ديسكور ميديوكر، سو ديسكور بوليتيك ميديوكر. فبالتالي هناك الجزائريين، نعطي مثال لما بابور لو ديفوندر كوا كسوسوا، ولكن لما برز مثلا وزير الخارجيه السابق سيد رمضان العمامره، فصدفه الجزائريين اكتشفوا فيه في الاخير وزير ممكن كما يقولوا بالعاميه طلع شويه النيفو، اكتشفوا انه فيه وزير ممكن يشرف العمل، يشرف المنصب، يشرف الخطاب السياسي، ولكن ليست شعبويه، باسكو الغالب يقول لك الشعبويه، ولكن انا كما قلت في الاول تسليه الراي العام، ولكن تسليه حتى التسليه عندها قواعدها يعني، ولكن حسن وعلي اللغه السياسيه عند رجال السياسه معروف انها عندها 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 هدف، عندها ميساج بوليتيك، رساله يراد ايصالها الى الراي العام او الى من يهمه الامر، وهذا هو الامر الغائب في لغه رجال السياسه سواء في السلطه او في المعارضه، او على الاقل لدى غالبيه ممثلي الطبقة السياسية. توافق هذا إدير؟ ولكن إدير أنتظر منك الجواب بعد فاصل قصير. فاصل قصير مشاهدي الكرام، ثم نعود لمواصلة هذا النقاش. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. توقفنا قبل الفاصل مع إدير بن يونس. إدير بن يونس، رجال السياسة في جميع أنحاء العالم عندهم رسالة سياسية من خلال خطابهم، من خلال خطاباتهم، من خلال حديثهم للصحف، لوسائل الإعلام، يعني عنده ميساج يجي في 10 دقائق ربع ساعة يقوله ويذهب إلى حال سبيله. عندنا الناس تهدر، يجي وزير يهدر ساعة ونص يقول أي شيء، وأحيانا تحس بأنه الوزير يستعمل لغة يعني لا علاقة لها بالقطاع نتاعو، بالسياسة نتاعو، وكأنه مثلا رئيس ورشة أو رئيس مشروع، شيف دو بروجي وشيف دو شونتي. أنا شفت وزير الأشغال العمومية يجي أمام الكاميرات يقول الواحد تقني أو مهندس في الحفرة المشهورة تاع بن عكنون، واش جبتوا لنوار، واش جبتوا الكاميون، واش جبتوا، كأنه رئيس ورشة كوم ان شيف دو شونتي ولا شيف دو بروجي. اور انو بوليتيك يجي يعطي لورينتاسيون بوليتيك، يجي للمجموعه قال فوالا هاو التوجيه السياسي في 5 دقائق ويذهب الى حال سبيله، لانه هذا العمل تاع لي شيف شونتي ولا لي شيف دو بروجي. ما رايك انت ايدر بن يونس؟ لا كاريكاتور، انا سي من الاستقلال هو وزير التعليم العالي،
انا في عمري ما سمعت وزير التعليم العالي يهضر على البيداغوجيا، على لا ريشيرش، على البحث العلمي، على يهضروا 5000 سرير، 20000 مقعد بيداغوجي، سي دي شيف دو شانتيي. لو بروبليم اللي بوكو بلو بروفون، واحد يستوزر وزير منصب سياسي، سي با فونكسيونير، ماهوش موظف الوزير. الوزير كيكون عنده منصب سياسي، دونك رجل سياسي، جاي من حزب، عنده مسار سياسي، جاي ببرنامج تاع حزبه ولا برنامج توافقي في ائتلاف، راح يطبق برنامج هذا. اي ابارتير دو لا ميم لا كومينيكاسيون، الاتصال، هاو يجي او ديجا لي تي كوتشي في حزب تاعو، تعلم ويجيب لي كوتش تاعو ولي شارجي دو كومينيكاسيون. حنا غالبا في الجزائر ما عندناش، يا دي ميتي كي نيكزيستو با باسكو حنا جدد في هذه لا كومينيكاسيون. دروك يكون واحد وزير يلقى شارجي دو كومينيكاسيون موظف في الوزاره، اون اون كونفيزيون، ما نفرقوش ما بين العلاقه مع الصحافه والاتصال. فاكسي دي زانفيتاسيون لا بريس، هادو هما لي ديريكتور دو كومينيكاسيون اللي راهو في الوزاره. لا روفي دو بريس؟ لا روفي دو بريس صباح للوزير ويفاكسي، قال الوزير عنده زياره في موضوع الفلاني تال دات. مي لو كوتشينغ او كومينيكاسيون، لا كومينيكاسيون اي ان ميتي. فورس دو كونستاتي دابور اون بو با لا كري باسكو نا با ديكول بور، ما عندناش مدارس. اي لا كومينيكاسيون بوليتيك سي انكور بلو ديفيسيل باسكو لو كوتش اون كومينيكاسيون بوليتيك دوات اتر لوي ميم فورمي بوليتيكمون، يكون عنده طاقات سياسيه، يكون عنده مسار سياسي، قرا، بحث، باه الكونساي نون بوليتيك، دونك يميتريز لو ديسكور بوليتيك، يميتريز لي زوتي دو كومينيكاسيون. اي سا سي ان ميتي، مهنه ما عندناش حنا، ما عندناش تكوين، ما نكونوش في هذه. ثاني حاجه كيما الفريق الوطني، ما قدروش دوكا القطاعات كاع ما يتمشاوش ويكون عندنا فريق وطني هايل. ما عندناش دي زيكول دو فورماسيون تاع فوتبول، ما عندناش شامبيون مليح، ما عندناش الانتر ليغ مليحه، ولا حبوا يكون عندنا فريق وطني ميور اون افريك، سي با بوسيبل. اي دونك كونت كيكونوا الاحزاب السياسيه البيزاج بوليتيك، الاحزاب السياسيه ما يكونوش احزاب قائمه بقواعدهم، باطاراتهم، بكوادرهم، صدون النخبه تاع الحزب السياسي هذاك اللي تروح للحكومه، اللي تروح مناصب. الاحزاب السياسيه عندنا للاسف سي لا ماجوريتي سي دي كونغلوميرا، سي دي نيبولوز. قال في حزب فلاني السمانه الجاي يروح الحزب ترحال 80 دوغري، ما عنده حتى علاقه، باسكو لا بيرسيبسيون دو لا شوز بوليتيك. حنا دركا مازال رانا في لي بالبيسيمون، مازال لي جون اريف على لا بوليتيك بار انتيري. اوروزمون كون اون مينوريتي تاع مناضلين ومناضلات اللي عندهم مسار نضالي، اللي راهم داخل الاحزاب هادو، اي سا فا بروندر ان بو دو تون. وبرك بان ما خف عليكم، ثاني الاعلاميين اللي رانا حنا دوك، تاخذ القناه التلفزيونيه ولا ملي بدات هادو، بور كو لي الجيريان فاس لا ديفيرونس انتر هذا الرجل السياسي وهذا الرجل السياسي، يفو دي ديبا ا دو كونتراديكتوار بور كو لي جون، بور كو موا سيتويان جو ساش ce que propose ADA, ce que propose ADA. Mais chez les questions bateau, où est-ce que je compte l'ectisadi? Où est-ce qu'il y a d'autres soins? C'est-à-dire que nous devons nous l'humour, nous devons nous faire un peu comme nous devons les interviews, nous devons nous les émissions, ce qui fait que la radio CSI, nous devons nous faire un peu comme nous devons. Personne n'apporte la contradiction. بيرسون لابورت لا كونتراديكسيون. كي يكون عندنا دركا عندنا راديو سياسي عنده دي ديبيوتي، كي تكون لا لوا دي فينونس، اي فو كي نبار دو لامبو، دو شحال لامبو هذا، لا تي في ا 19% بور كاسي 19 سي با 9% بالارغيومون. وهكذا نقدروا نرقيو المستوى تاع الخطاب السياسي والمستوى اون جينيرال تاع النخبه الجزائريه. يدير على ذكر، كاين بعض الشخصيات السياسيه ينشطوا في الساحه السياسيه، يعني ما يتحكموش وما يعرفوش مثلا الميزانيه بتفاصيلها، ميزانيه الدوله ما يعرفوهاش. على ذكر مثلا الوزير، هل هو سياسي ام اداري ام من؟ اعطيك مثال، يعني في بعض الدول المتقدمه يعني نشوف وزراء في قطاعات وزير ما عندوش علاقه بالقطاع نتاعه ولكنه رجل سياسي. مثلا في فرنسا دوله كبيره جدا، وزير الدفاع اكثر من مره امراه،
امرأة لا أظن أنها تعرف من أين تطلق الرصاصة من المسدس، ما تعرفش ما هو الكابوس وما هو الرشاش وما هو الكلاشينكو. ولكن وزيرة الدفاع يعني عندها مصالح في الخارج وفي الداخل إلى آخره. لماذا؟ لأنه حسب رأيي المنصب سياسي، لما يكون عندك توجه سياسي وعندك فكر سياسي، عندك اوريونتاسيون، عندك حلول لمشاكل او للقطاع نتاعك، انت تعطي التوجيه السياسي وعندك خبراء، عندك جنرالات، عندك ضباط، عندك مهندسين، هما ينفذوا لك سياستك. والوزير اللي عفوا إذن نعطي الكلام. في الجزائر مثلا نشوفوا مثلا وزير صحه يجيبوه دكتور فيفشل في الوزارة ويفشل في يترك مهمته كدكتور، دكتور ناجح في المستشفى، جراح، عفوا نخليك ثاني تتكلم، سمحوا لي ربما احتكرت الكلمة، دكتور ناجح في المستشفى تاعو في السيرفيس تاعو، شاف ان غران شاف دو سيرفيس، يجيبوه من المستشفى يحطوه وزير، يفشل في الوزارة ويخسروا المستشفى، يخسروا المريض كطبيب. يعني ما رأيكم في هذه المعضلة يعني بيننا وبين الدول المتقدمة؟ تفضل. كيكون الحكومة مكونة من رجال ونساء سياسيين، الرجل السياسي ولا المرأة السياسية عندها برنامج سياسي، ولا دخلت الحكومة هذه في ائتلاف ولا هي الأغلب ولا في الأغلبية، عندها نظرة عامة على القطاعات كامل، وهذا يجانب لك كاين التضامن الحكومي، كي وزير شبيبه والرياضية يهدر على، شفناها احنا عندنا وزير ما يهدر على القطاع تاعو، يروح يسقسي وزير واحد اخر على القطاع الاخر يقول له ما على باليش، لا ما يقولش على بالكش، عندك مجلس وزراء، عندك مجلس الحكومه، راك الرجل سياسه سياسي. حكومه يعني دونك سياسه الحكومه كاين تضامن حكومي ما بين الوزراء اللي لازم يكون باه يكون انسجام حكومي. ديكو اون ا دي مينيستر سيكتوريال قال انا نخدم غير في هذه، سي با ان شيف سيرفيس، مينيستر سي مون بوليتيك، مينيستر اون فام بوليتيك. تفضلوا نقاش مفتوح. انا اظن ان العمليه السياسيه بصفه عامه ملغمه في الجزائر، يعني مش مغلقة. واش قلت مقبل حسن، سي فري اون ا لامبرسيون كو لي مينيستر سون اون تران داميزي لا غاليري، الهاء الناس. الوزير ليس وزيرا كرجل دوله يطبق في سياسه برنامج مطلوب منه ان يقنع الناس او يكون تكون له كفاءه كبيره، ولكن ما يطلب منه هو ان يكون هنا وزير، مثلا بعد قبل اسبوعين كان والي ثم يصبح وزير ثم يبدا بتصريحات، مثلا وزير الشبيبه والرياضه يصرح يقول لك عنتر يحيى يمكن ان يدخل في الستاف تاع ليكيب ناسيونال. نعم هذا مش صلاحيه الوزير. قال كلام اخر من هذا، قال يعني وزير في حكومه قال انه حصل الشرف لفريق لو كاب فير باش يلعب مع الجزائر، احتقر بلد، احتقر دولة، سياسة، ولكن نعم هذه ملاحظة يعني هنا اسمح لي الطرح السياسي. نعم سي اون ايدي كو سي ان بيتيت اكزومبل كو جو دون بور دير بلي اسمحوا لي جو بيتيتر شوكي، انا جو بونس سي ان بروبليم دو ميديوكريتي، تفشي الرداءة في البلاد في كل المستويات، ليس فقط في الوزارات او في مؤسسات الدولة ولكن في كل يعني مفاصل المجتمع، انخرت جسم المجتمع برمته، نخرت. ولا اسمح لي تعلم معاك. مثلا نحن صحفيين، سي يدير تكلم مقبيل قال بلي حتى الصحفيين غير مكونين، في مثلا الوزير الاول يعني ينظم ندوه صحفيه، وزير الاول عنده رصيد لازم تعرف تاريخه وقتاش مساره السياسي، يبعثوا له صحفيين تاع 10 دقائق، بدا الصحافه 10 دقائق يروح يغطي يعني ندوه صحفيه تاع الوزير الاول، ولا الوزير الرئيس الفرنسي مثلا، هل يعقل ان تبعث بصحفي عنده 15 دقيقه يعني تجربه صحفيه ليغطي ليسال الرئيس الفرنسي مثلا؟ غير ممكن يعني. إذا هناك تفشي الرداءة في كل المستويات، ولذلك حتى الوزراء يعني لا يكلفون أنفسهم، يعني يقومون بتصريحات يعني خارجة عن الإطار، خارجة عن يعني. حسن وعلي، أترك الكلمة لحسن وعلي قبل ما نترك له الكلمة. بالنسبة لذكر الوزراء، يعني هل من المعقول أن وزير شباب الرياضة أو وزير آخر يتحدث عن عنتر يحيى وعن اللاعب الفلاني؟ هذا يعني مش معقول، مش معقول. المفروض ان الوزير يتحدث على الجانب السياسي، عنتر يحيى يتحدث عليه المدرب الوطني، مدرب الفريق او ناقد رياضي او صحفي، مش وزير. نعطي لك مثل اخر، يعني ظاهره مع احترامنا للولاة، لا يمكن في تقديري ان والي
اوتوماتيك يجي وزير. ممكن هناك ولات ناجحين ولكن مش بالضروره وزير، لانه وزير منصب سياسي. الوالي مساره كله مبني على كبيروقراطي كاداري يقوم بتنفيذ السياسات التي تاتيه من الحكومه من المركز. لا يمكن الان تجيبه للوزاره وتقول له سير لانه تسير الوزاره ماذا يعني؟ هو ايجاد حلول للقطاع، حلول سياسيه. في حين أن الوالي طول مساره هو ينفذ تعطي له الدوله، تعطي له الدوله ميزانيه، قال بني لي 200 سكن، بني لي 3 مستشفيات، بني لي 20 كيلومتر طريق، بني لي مش عارف، يجي ينفذها وغالبا ما تنفذش مليح، فيها ما يقال يعني منه ومنها، سوء الانجاز منجزه بشكل غير جاد. فكيف يصبح وزير ونطلب منه ايجاد حلول، ذكاء، ايماجيناسيون بوليتيك لتسير الحكومه؟ يعني هذا يطرح تعرف مش فقط الوزاره، ولكن على ذكر الوزاره شريف بالقاسم قال واحد الكلام مره على الوزراء، قال يتعينوا بالتليفون باريرور ويقعدوا لمده لسنوات باسكو اوبلي. معناتها الوزير اللي يجي يحكي في اي كلام لانه في الاصل في الحقيقه الصلاحيات نتاعو كوزير غايبه مغيبه. الوزير لما ما يقدرش يتخذ قرارات. لماذا لا يتخذ قرارات؟ لانه لا احد يمنعه باش يتخذ قرارات. لا فيه 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 فيه, فيه لانه هناك تسيير موازي للمؤسسات، ليس فقط على مستوى الوزارات، على مستويات عده في في في, في الاداره العموميه في الجهاز الدوله. منذ سنوات تم التغييب، اوكي كاين فيه رداءة ولكن رداءة ما طاحتش من السماء، سي با ان في دو هازار. هناك تغييب تصحير النقاش العام، لما في الجامعات يمنع على الطلبة ان يتنظموا بشكل مستقل، لانه في الجامعة من منحهم لا يوجد منع حسن وعلي في الجامعة في لا, لا, لا يوجد منع. خليني اقول لك في الجامعات يمنع ممارسة النشاط السياسي، وكأن النشاط السياسي نشاط مجرم. إن منع الطلبة بالنشاط السياسي حتى بومدين يقول في وقت الحزب الواحد يقول لك الصراع في الجامعات يجعل الأفكار تتفتق، يعني تغييب السجال في الجامعات في الفضاء العمومي لما كل الفضاءات مغلقة، فبالتالي نمنع أو يمنع على النخب الحاملة للأفكار، حاملة لخطاب، حاملة لمشاريع، حاملة للتصور، حاملة لأحلام، أن تعبر عن آرائها. لما الوزراء أو المسؤولين في بعض الأحزاب يقولون كلام يعني موش 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 مستوى على الأقل مسؤوليتهم، ولأنه ببساطة أنه ليس مطلوب منهم بالنشاط السياسي بالقيام بالعمل السياسي، لانهم في الغالب في بعض الموظفين الاحيان الناس يعينوا ليس على اساس قناعات. حتى الواحد يتمنى يلتحق بحكومه واداره معينه يتخلى عن قناعات نتاعو في حاله ما اذا كانت عنده قناعات، فبالتالي لما يوصل المنصب لا يعبر عن رايه، لا يعبر عن قناعته، ليس حامل لفكر لمشروع لفكره. فهو لم وزير ما نذكرش اسمه، وزير في اللجنه في البرلمان في نقاش في داخل اللجنه ما نسميهاش باش ما نقولش شكون الوزير، قال له نقاش سخ ما قدرش يدفع على المشروع تاعه. قال له انا نامن بزوج حوايج، نامن بربي وبوتفليقه. صدر ما قدرش يواجه النواب بالادله، ما قدرش يتحمل نقاش مضاد. نفس الشيء لما نشوف حتى الوزير الاول، الناس تخاف شويه من الوزير الاول ويحيى الى الباغويتو، ولكن جامي كان في دون ان ديبا كونتراديكتوار. نرفضوا النقاش، نرفضوا السجال، لا كونترفيرس حاجه مهمه يعني ايجابيه تخلي الناس تعبر عن الافكار تاعها، ولكن لما نغلقوا كل الفضاءات، لما شوف مثلا نعطيك مثال، في السنوات الاخيره هناك ما يسمى بالمقاهي الادبيه تظهرت في بعض المناطق، نقاش ادبي، نقاش فكري، نقاش ثقافي ممنوع، لان ليس مطلوب من الناس، من الجزائريين مسؤول او مواطن عادي ان يفكر،
استهلك وانتهى. المشكلة حسن أكثر لدى الأداء السياسي لدى رجال السياسة، ولما نتحدث عن الوزراء نتحدث أيضا مش فقط الوزراء يعني حتى النخب، حتى النخب الاجتماعية. شفنا يعني كلام تاع نقابي يعني ترأس أمين عام النقابة المركزية منذ سنوات هو في النضال النقابي، سيت ان ديزانكارني ما يعبر ولا على شيء. انا نقول لك، مثلا لما توصل مثلاً يعني عندك مثلا نخبه ارباب العمل، عندك رئيس ما يسمى بالفورم دي شيف دونتربريز لو اف سي، يعني عندما تسمع كلام تاعو يعني tu n'as pas envie d'investir dans ce pays. حسن عفوا يعني لو نرجعوا للأمين العام للنقابة مثلا السيد سيدي سعيد، يعني شيء غريب جدا انه يشاهدوه امام ويخاطب الناس، يخاطب الجماهير، يخاطب الشعب الجزائري، حشاكم يرفد حذاء وصباطه وباش يعبر على تعلقه بالانتاج الوطني. انا ولكن هذا لما هذا ماشي انتاج وطني، صباط هذا عفوا، ولكن فقط لما غلقوا المصانع تاع الوطني هو ما قال والو. عفوا حسان، يعني ألم يجد سيدي سعيد لغة أخرى، أسلوب آخر للتعبير عن حبه إذا كان صحيح هذا للإنتاج الوطني؟ يعني أيمكن لرجل يمثل ملايين العمال لا يتحدث لغتهم، ثم لما يريد أن يخاطب مرفت حشكم صباطه في وجه هذا هو المستوى، يعني كيف هذا المستوى؟ يعني لا يمكن أن نقول لهذا السيد الأمين العام أنه هذا لا يليق، وأنه المستشار السياسي إذا كان عنده مستشار إعلامي أو سياسي يقول له بأن هذا أسلوب لا يليق. نفس الشيء بالنسبة للوزير الذي يتحدث عن عنتر يحيى، يعني المفروض أنه عنده مستشار سياسي، مستشار إعلامي يقول له ماذا يقول، متى يقول، متى يخرج، متى يصمت، متى يتحدث ومتى يغيب. نعطيك مثلا الآن عفوا نعطي لك في كل الدول، يعني ليس في أوروبا فقط، حتى في الدول العربية، يعني في بعض جيراننا كل رجال السياسة عندهم مستشارين سياسيين، ونلاحظوا هذا في القضايا الداخلية، في القضايا الخارجية. المشكلة خليني أقول حاجة، عفوا زملائي يعني يقولون يجب احترام الوقت، سنحترم الوقت. سنتحدث عن موقف رجال السياسة من قضايا الخارجية والداخلية للجزائر، لكن بعد فاصل قصير، لأن الوقت انتهى وزملائي يجب أن نحترم الوقت. مشاهدي الكرام، نخرج في فاصل قصير ثم نعود لمواصلة هذا النقاش. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. توقفنا قبل الفاصل عند نقطة المسؤولين أو رجال السياسة الجزائريين والتعبير عن قضايا بلدهم الداخلية والخارجية. تفضل حسن، عندك شي حاجة؟ عندما تكلمت على المستشارين، مستشارين سو كي كوتش لي مينيستر نورمالمون دون تو لي بي دو موند، يا كما قال يدير مقبل، يا دي كونسيي اون كوميونيكاسيون ليماج دو ريسبونسابل دو مينيستر دو بريزيدون دو بي دي جي. Il sait que quand il affronte la presse, عنده ندوة صحفية مثلا على بالو واش راح يقول، يساتون ميم لي كيستيون اللي راح تطرح عليه. مثلا نعطيك مثل، قبل عامين جاء رئيس مجلس الامه الفرنسي جيرار لارشي الجيري، هو فرنسي، يتكلم اللغه الفرنسيه بطلاقه، يعني كما يقولوا يعني رجل سياسي محنك، عنده يعني مستوى كبير جدا. رغم ذلك يعني هناك يعني لي كوتش توعو وجدوا له كاع الاسئله اللي من المنتظر ان تطرحها الصحافه الجزائريه عليه، على مثلا حرب التحرير واتفاقيه ايفيان، الحركه، لي فيزا، كل الاسئله يعني داروا له ورقه طريق. ينفي دروت نوفيل اوبسرفاتور ا بوبلي لا فيي دو روت دي سي لي زيليمون دو لانغاج كون ابل لي زيليمون دو لانغاج كو جيرار لارشي دوفي اوبسرفي. قالوا له ميم بار اكزومبل يسقسيوه في سؤال مثلا، هنا قالوا له لازم تضحك كي يسقسيوك هذا السؤال، اضحك شويه هكذا ومن بعد تو ميم او نيفو دو لا جيستويل. خلينا مثلا ما لحقناش النيفو هذا في الجزائر، لا جيستويل مينيستر كونت الحركه، يعني الحركه باسكو لو لونغاج دو كور سي كوم لو تياتر، لغه الجسد، لونغاج دو كور باسكو بون il y a ce que tu peux dire. بار اكزومبل نيكولا ساركوزي quand on lui pose une question il n'aime pas la question, ما عندوش la réponse. بار اكزومبل il lui dit vous voulez que je vous réponde à cette question, يقول له الجورناليست oui bien sûr je vais vous répondre. ومن بعد il passe à autre chose, il répond à une autre question باش يغطي السؤال هذاك. تو سا سي دو كوتشينغ. حنا ما عندناش، الو كي تشوف سيدي
هذا هو مستوى تاعنا في اونجيري. لازم 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 يفوك دي جون تير سو بي فير لو هو. Donc pour tirer ce pays vers le haut, il faut mettre des gens qui sont compétents, les chargés de communication, les boîtes de communication, ma chérie, la publicité et tout ça. Il faut former des gens. Les boîtes de communication, c'est pour siphonner l'argent public. C'est pas pour former des responsables. Qui te met bas l'ahzab siyasiya, khalina man hadrouch barka ala sultan, parce que même l'ahzab siyasiya, kayen wahed 60 hizb siyasi, machallah, qui te met de mustawa l'khitab siyasi tahom. Je suis désolé, j'ai pas envie de quitter le pays, mais c'est incroyable. Façon de parler, c'est de dire que c'est important. Je maintiens, il y a une médiocrité à tous les niveaux. Il va falloir commencer à nettoyer pour remettre le pays sur la voie de la performance et laisser la place aux gens qui sont compétents. Il faut pas être complexé. Quand on voit des jeunes qui sont brillants, il faut les encourager. ما يقدرش يكون وزير ولا نو 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 يا دي كومبيتونس يا دي جون كي بيف جيري البي فوالا جوستومون البروبليم سي لا كاريكاتور هذه تاع هذا يصلح مينيستر نو ما يصلحش مينيستر لازم يدخل في حزب سياسي اللي يحب يدير سياسه يدخل في حزب سياسي والي وشاف دو دايره اعلى منصب اللي يقدر يوصل ليه امين عام تاع رئاسه الجمهوريه باسكو Il a choisi le fonctionnariat. Absolument. France, par exemple, Beled Narfouh, on ne trouverait jamais un préfet, il y a un préfet, il y a secrétaire général, il y a l'Élysée. Parce que c'est deux droites parallèles. C'est pour ça qu'il y a un État. Mais bien, le Doula, c'est le fait qui dit que c'est le Doula ou le Hukum ou le Sultan. Ou le Tazoul Bizawal Rijal. Le Doula, les gens destinés. يدير لو ام ا ولا يروح راه يخدم في الدوله موظف يطلع لي الراجل السياسي يربح ويخسر دونك لو جور وين المنتخب ان كوميدي تا اي نون بوليتيك باسكو سي لا فيلوزوفي دو غوفرنونس هي بصح كي يكون المنتخب هو اللي يولي الاول على الموظف ناخذ لك ان اكزومبل تري سامبل هنا في العاصمه ولا في اي ولايه عندك والي ورئيس مجلس الولائي لو بريمير اون بوليتيك في الولايه هذيك هو رئيس المجلس الولائي اللي عنده شرعيه شعبيه نعم منتخب الوالي ديسيزيون 21 27 سينيها له واحد سي لوي الباترون ابا سي الوالي لو باترون فوالا ميم بروتوكولارمون الوالي باس ديفون لو بريزيدون دابيوي دونك هي في الصح انا في ظني اون باس بوكو دو تون ا بارلي دي كونسيكونس دو كيك شوز Au lieu d'aller n'aljou le fond du problème. Le fond du problème, c'est la philosophie de gouvernance. C'est comme Majel Irtisadi. Je ne peux pas dire que nous avons fait Même il y a, culturellement, mais il ne peut pas se dépasser. Et pourtant, il accepte le poste. Il accepte le poste. Mais seulement le problème, c'est qu'on passe plus de temps à dénigrer, à critiquer. Tout le monde est mauvais. Non, ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Il y a des gens qui sont capables de faire. Il faut qu'on réhabilite, il faut réhabiliter le politique. L'idée, c'est ça. هو مواطن حب يبدل الاوضاع تاع بلاده صحيح دونك نورمالمون ان سيتويان كي في لا بوليتيك سي بون سيتويان لكن يدير ولكن هناك شيطنة العمل السياسي في البلاد مثلا المجال السياسي تم تقريبا غزوه من طرف ناس غير مهتمين اصلا بالسياسه يعني رجل اعمال يدخل في السياسه طبيب يخلي مهنته يدخل في السياسه الى اخره جوستومون سمعنا بزاف لو ديسكور تاع رجل اعمال واش يجي يدير في السياسه رجل اعمال جزائري مواطن جزائري يحب يدير سياسه يدير سياسه برك يفو فار ان ديستينغو خلط اونتر لارجون سال دونك واحد إلي اندستريال اون نيجيري يبغي فير دو لا بوليتيك، اندستريال يبغي سي زامبو. واحد ما عندوش ريزيست كوميرس في السمار أو في السمار ما عندوش ريزيست كوميرس يدير سياسة، هذاك يبوس بروبليم. أنا نقول لك مثلا رأي آخر، من حق أي إنسان يدير السياسة، لكن هناك مسار سياسي، لما رجل أعمال يكون مناضل من منذ وقت
وعنده أفكار ويناضل عليها حقه أنه يدير سياسة، لكن هذا رجل أعمال لما تجي الانتخابات مثلا يشوف بأنه فرصة لتضخيم ثروته مثلا أو تحقيق أهداف فيستعمل أموال تاعو يترشح ويربح. هذا مشكل غرق العمل السياسي ونفر رجال السياسة والمناضلين من المجال السياسي. هذه أيضا نتيجة لوضع معين المنظومة السياسية بشكل عام، يعني أصبحت لا تعتمد على النضالات تراكمات سياسية، لم تعد بحاجة إلى رجال ونساء عندهم قناعات سياسية يتنافسوا على برامج في لعبة سياسية مفتوحة قواعد لعبة محترمة من طرف الجميع، ولكن نحن بحاجة للمنظومة السياسية الموجودة. إدير يطرح مشكل كبير، مشكل سياسي في الأصل، لما يقول من له الشرعية، هل الإدارة المعينة أم المسؤول اللي عنده شرعية شعبية شرعية ديمقراطية؟ ولكن نحن في وضع سياسي في منظومة سياسية لا تعترف بشيء اسمه الشرعية السياسية الشرعية الديمقراطية الشرعية الانتخابية الشرعية الشعبية، لأنه لما نشوفه مثلا حتى في التكتلات السياسية أنه ممكن هناك حزب اشتراكي اجتماعي، حزب ليبرالي، حزب يستمد الفكر نتاعو من ما يسمى بين قوسين الاقتصاد الإسلامي، ولكن في تحالف في برنامج موحد. يعني هذا غير معقول سياسيا، وفي هذا الوضع لا ندافع على برنامج حكومة، لا ندافع على التصور، فقط نلتقي في 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 في, في مصالح جماعة مصالح تسمح لبعض الناس لبعض النخب لبعض الإطارات أنها تتحكم في كل ما ينتج مصالح، مش فقط مصالح مالية مادية ولكن مصالح سياسية مصالح اجتماعية. مشكل كبير أيضا هو أنه في الجزائر لا يوجد ما يسمى باللغة الفرنسية لا سيركولاسيون دي زيليت، لهذا السبب أن الأحزاب في أزمة. لما تكون مناضل سياسي لمدة 20-30 سنة وانت في الحزب نتاعك مهمش مقصي لا يسمح له أن يشارك في الحياة السياسية في صناعة القرار داخل الحزب، لا مش فقط في صناعة القرار داخل الحزب، لا 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 في الجزائر يعني منذ على الأقل منذ ما يسمى بالتعدد الديمقراطي والحزبية أحزاب المعارضة بقت هي أحزاب المعارضة وأحزاب السلطة بقت هي أحزاب السلطة، هذا مش مقبول. فلان يقولون قعدوا في السلطة 100 سنة معناتها مش مأمن أصلا بالديمقراطية، فهذا في ما يجعل أنه في الأحزاب يستقر فقط إلا ما نسميهم بالانتهازيين أم المناضلين اللي عندهم قناعات اللي عندهم أفكار اللي عندهم تصور اللي عندهم مشاريع يدفع الوضع لأن يغادر الحزب يغادر النضال السياسي وفي الأخير يغادر حتى البلد. لهذا نجد أنه نخبة كبيرة من الجزائريين غادروا البلد لأنه الظروف المنظومة السياسية المنظومة الاجتماعية المنظومة الاقتصادية الثقافة السياسية السائدة لا منعتهم من المشاركة في الحياة العامة في الجزائر. حسن والي لحظة فرق حتى نمشي في الحوار، هناك نقطة مهمة أريد أن أتطرق إليها هي البعد السياسي والاستراتيجي إذا صح هذا التعبير عن رجال السياسة الجزائريين، ولا تحضرني هنا أريد أن أخذ رأيكم فيها قضية الاتهامات التي وجهها المغرب إلى الجزائر بخصوص بطريقة غير مباشرة لما يتحدث عن قيام حزب الله بتمويل أو بمساعدة البوليزاريو في الجزائر. طبعا ليس المهم هذه القضية، ولكن موقف رجال السياسة الجزائريين من هذه القضية التي تهم بلدهم بالدرجة الأولى. لم نرى تقريبا لا في السلطة ولا في المعارضة ولا في النخبة السياسية من يشرح للرأي العام الخلفيات والأهداف نتاع هذه التهمة. الآن اسمح لي حسن نعطي رأيي على أجالة، يعني هناك تحولات كبيرة تجري في الشرق الأوسط وفي العالم تهمنا مباشرة في الخليج في بين إيران وإسرائيل بين إيران والولايات المتحدة، هناك موقف و بعد أيام قليلة من لقاء جمع الرئيس الفرنسي مع الملك المغرب مع العاهل ولي العهد السعودي في باريس تقريبا الحريري ومع سعد الحريري أيضا، يعني يومين أو ثلاث أيام عطونا هذا الاتهام للدولة الجزائرية، وبعض كثير من مراكز حتى مراكز البحوث والدراسات قالت بأنه هذا الاتهام هو للضغط على الجزائر في لتغيير موقفها من بعض القضايا العادلة في العالم منها قضية فلسطين
قضية سوريا، قضية ليبيا، قضية اليمن، تطبيع مع إسرائيل. الجزائر كانت مواقفها واضحة، خاصة فيما يتعلق بالقضية اليمن، في ليبيا، في سوريا، في الموقف من إيران. ولاحظنا أنه رئيس بوتفليقة كان أعتقد الوحيد الذي هنأ بشار الأسد بعت له رسالة تهنئة، وكان البلد أقوى موقف سياسي في قضية المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين هو الموقف الجزائري. بعض رجال السياسة أو المفكرين يقولون أن هذا للضغط على الجزائر، وأنه ممكن الأزمة تتعقد بالنسبة لنا وممكن يتعرض لضغوطات، ولكن رجال السياسة كانوا غائبون. شفنا رئيس حزب واحد يشتم في المغرب، ويشتم أو في حين المفروض أن رجال السياسة يشرحوا ويعطيونا البعد الاستراتيجي، وكأنهم لا يعرفون الاستراتيجية ولا يعرفون العلوم السياسية. فتحت قضية العلاقات الخارجية أو السياسة الخارجية والدبلوماسية. نحن البلد الوحيد في العالم اللي فيه وزير الخارجية ما ينزلش البرلمان ليناقش السياسة الخارجية للجزائر مع ممثلي الشعب. في كل دول العالم وزير الخارجية يشرح يدافع على السياسة الخارجية للبلد، لأنه فيه يعني فكرة سائدة وهي تضر أكثر مما يعني هي إيجابية. لما نقول لابد على كل الجزائريين أنهم يصطفوا وراء السياسة الخارجية مهما كانت، صطفوا ممكن لما يكون نقاش ونتوصلوا الى 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 ما يسمى ان كونسنسوس على قضايا مركزيه، قضايا مهمه، اجماع. ولكن لما ما يكونش نقاش، كيفاش انت تتفق معك؟ ممكن يكون تحول في الموقف الدوله تجاه قضيه. مثلا سمعنا يعني في الامين العام للافلان السابق جاء في التلفزيون العمومي وقال لو نعبر عن رايي فيما يخص قضيه الصحراء الغربيه راح يصراو مشاكل في البلاد. هو عبر عن رايه كلامه هذا، ولكن ما سمعنا ولا حتى واحد قال واش يقول هذا. رغم ذلك انه في كل النقاش منذ سنوات الجزائر وكل الجزائريين الاحزاب السياسيه المخب كلها ما قضيت مع الصحراء الغربيه في نضالها من اجل تقرير مصيرها. ولكن يطلع امين عام يقول كلام ويفوت مرور الكلام، لا تعرض الى انتقادات، لا ما تعرضش الى انتقادات. ولكن فيما يخص مثلا ذكرت ما يحدث في الشرق الاوسط، هناك في العلاقه الدوليه تكتلات جديده، تطورات سريعه، احنا ما نقدروش نواكبوا هذه التطورات. اكثر من ذلك ما نقدروش نكون عندنا وزن فيها. نعطيك مثال بسيط، منذ 4 سنوات الجزائر تحاول أن تحل، تسعى إلى حل الأزمة الليبية، يعني فيه عدة زيارات، لقاءات، زيارات، ولكن في الأخير الأزمة الليبية حلت في باريس بعد لقاءين. مشكل، هل نحن في السياسة الخارجية اللي با بيرفورمونت؟ هل فيه تناقضات؟ حسن ليس المشكل في السياسة الخارجية الجزائرية، ليس هذا موضوع النقاش. الآن موضوع النقاش هو موقف رجال السياسة مما يجري لبلدهم على الساحة الدولية، هذا هو الموقف. هل هناك بعد سياسي واستراتيجي لدى رجال السياسة أم لا؟ تفضل حسن. أنا أظن يعني صحيح أن بصفة عامة السياسة الخارجية في الجزائر يعني في السنوات الماضية كان هناك إجماع كبير للجزائريين حول السياسة الخارجية، ولكن في هذه الأثناء أظن أن المسألة ضعفت شيئا ما. يعني هناك بعض الجزائريين، بعض الطياف الشعب الجزائري، لا يتقاسمون نظرة السلطة بين قوسين للسياسة الخارجية، الدفاع على بعض القضايا. هناك بعض القضايا تثير الجدل فيما يخص هل يعني من المفروض، هل من مصلحة الجزائر أن تسير القضية موقف آخر، ليس Algérien sur la politique étrangère, il me semble qu'il a perdu un peu de sa superbe ces dernières années. Voilà qu'il fait mes choses. L'Arzab Siyasiya, Bayoussama, c'est ce que je dis toujours, Bayoussama, Rijal Siyasa fil Jazair. L'inakoun Monsifin, Seyyid Al-Wiza Hanoun, quand l'a mouqif Jamil Jiddan, il y a des khitab, il y a une doua sohafia. Mais là, il y a des mouqif Jamil Jiddan. Non, Jamil, Jamil, en tant qu'Algérien, en tant que patriote, elle a expliqué les tenants et les aboutissants de la réunion qu'il y a eu à Paris, des accusations marocaines, les implications et tout ça. C'est une femme qui maîtrise le sujet. Après, on peut être d'accord avec ce qu'elle dit ou ne pas être d'accord, mais en tous les cas,
il faut reconnaître que حزب العمال الكومان يتفاعل مع القضية صحيح مع ما بيجري في الساحة الدولية والساحة الإقليمية للجزائر. يعني حزب يعني يتابع يعني التطورات الجهوية والإقليمية التطورات الجهوية. ولكن غير ممكن أن ننتظر من بونجمة ولا ولد عباس أن يتفاعل مع هذه القضية. عندما تسمع ولد عباس مثلا تسأله حول المغرب يعني يرجع لك بواحد الخطاب يعني منحط يقول لك احنا الجزائريين قويين عندنا الارمية عندنا سي با هذا المستوى من الخطاب السياسي المنتظر منك رغم انه رئيس اكبر حزب نظريا اكبر حزب في الجزائر ايه هذا اكبر حزب يعني اكبر نظريا نعم اكبر دليل على هذا يعني على هذا المشكل في الخطاب السياسي هو ما تصرح به سعيد هاني ازاء قضيه الصحراء الغربيه. لو اقول يعني حب يقول بلي انا ضد قضيه الصحراء الغربيه ولكن واحد ما قالوا علاش كنت هكذا سي سا دونك يا ان بروبليم سي كوم سي لا بوليتيك اترونجير اون الجيري سي دي زافير اترونج يقولوا للشعب ما تلتهوش بالسياسة الخارجية هذه سي سيريو احنا نقوم بها. هل يريدون من الشعب ألا يهتم أم هم لا يهتمون لأنه ما عندهمش الخلفية السياسية لا الدولة مهتمة الدولة مهتمة وأنا لا يمكن لي أن أقول لك أن يعني القائمين على السياسة الخارجية الجزائرية يعني غير ما عندهمش كفاءة ولا ما يتبعوش الأوضاع يتابعوا. هناك عندنا دبلوماسيين الله يبارك من مستوى عالي جدا. قبل يومين السي رمضان العمامرة قام بإنهاء أنهى الأزمة السياسية في مدغشقر كمبعوث الاتحاد الافريقي. انا قريت يعني لو كومونيكي دو لونيو افريكان كيف فيليسيت مسيو العمامره دافوار ريغلي بروبليم ايزو انستالي ان نوفو غوفيرمون اي تو سا فوالا ان ديبلومات الجيريان كي ريغل ان بروبليم اون كريز بوليتيك ماجور في مدغشقر البعيده. اذا هناك يعني رجال ونساء ما شاء الله في الجزائر عندهم يعني الدبلوماسي معروفين سي دي سي اون دون ليستوار. اتون مي لو بروبليم سي كو لا دبلوماسي et les diplomates, ils mettent en musique la politique étrangère, mais la politique étrangère, c'est pas eux qui la décident. Alors, le président de la République, c'est lui, il incarne l'Algérie, il incarne la diplomatie algérienne. Il incarne quelque part, il incarne parce qu'il incarne l'Algérie. Encore une fois, il incarne l'Algérie. Donc, le président de la République, je le dis, il incarne l'Algérie. Il incarne la diplomatie algérienne. Il représente l'Algérie. Donc, parfois, c'est une diplomatie. Je ne sais pas, moi, je suis tenté de dire flic, c'est comme ça. Bah, parfois, un tiré au barque. On a perdu beaucoup de temps avec la Libye. Finalement, deux réunions à Paris, là, c'est réglé. Macron, il a gagné. C'est quand même dommage. Le Mali, on a beaucoup perdu de temps avec Ansar Dine, finalement, qui s'est avéré un Hassan Mouali, أنا أترك المجال لإدير السياسة الخارجية أو المواقف الخارجية الجزائر في تحليلي الشخصي كانت موفقة في مالي أو في ليبيا أو في سوريا أو في فلسطين حتى في الملف الإيراني النووي كانت موفقة. الموقف الجزائري كان من أحسن المواقف في ليبيا يعني كان هذا شيء آخر ولكن الموقف من ما جرى في ليبيا كان جيد والدليل أنه ليبيا الآن تعاني حدودنا يعني ملغمة جدا لأنه تفكك ليبيا يؤثر بشكل مباشر على الوضع في الجزائر. الوضع في مالي يؤثر بطريقة مباشرة على الوضع في الجزائر. لهذا كان الموقف صح تم تحييد الجزائر نعم لأنه الاتفاق صرف باريس نعم ليس في الجزائر نعم لأنه هناك بوكوا ما كاش تحييد الجزائر. تفضل لا ديفيرونس ما بين ماكرون والجزائر. لا ديبلوماسية الجزائرية كي تتعامل مع الدوسيي تاع ليبيا تعامل معاه باللي عندك دي سونتان دو كيلومتر مع البلاد هذه الحدود مع الحدود نعم مش كيف دونك سي ني با اون ديموكراسي سي با اون ديبلوماسي تاع ستار اكاديمي سي ديبلوماسي و فوا اتر افيكاس بور لا سيكوريتي دو بيي كوم سا ايتي في مع المالي بالضبط نعم مي اون ا ان سوسي ماجور حنا كون فو با دير تو لي زون بوليتيك دون لو موند انتي في العالم باسره يروحوا ما يقدرش يفوار اون ليكتور على الشرق الاوسط ما يجري في الشرق الاوسط وحده ولا بزوج ولا ثلاث مناظرين. كاين معاهد تاع العلاقات الدوليه اللي تنتج
كاين دي سونتر دو ريشيرش اللي ينتجوا، كاين جامعات ينتجوا. باسكو دوك شكون روبروش زون بوليتيك اليوم بلي ما هدروش ما نطقوش، شحال من جامعي لي دكتور مكلف بكذا، شحال من جامعي تحدث في لا سبيسياليتي تاعو، شحال من تدخل شفناه في الصحافه تاع جامعي باه يفهمنا احنا كوم الجيريان. هو عنده لي كلي داناليز او دكتور ديتا في لي رولاسيون انترناسيونال وسبيسياليتي سبيسياليست دو مويان اوريون. شحال من جامعي يدخل في الصحافه الوطنيه باه يفهمنا يعطينا دي زيكليراج. دونك لو فات هذا دو دوموندي تو او زون بوليتيك، لو فات دو دير كو تو لي زون بوليتيك سي دي بوري، لو فات دو دير كو تو لي زون بوليتيك كي انتيغر اون كواليسيون غوفرمونتال ايزون باعوا بدلوا الفيستا باعوا كذا، يفوا اتر دون لوبوزيسيون ريستي دون لوبوزيسيون. لو ديبا انا مون سونس لو ديبا Non, c'est en vérité, parce que ça m'amène à dire, parce que c'est très simple. Beaucoup d'Algériens qui font de la politique, il y a certains qui le déclarent en étant dans leur parti, il y a certains qui ne le déclarent pas en étant sous une casquette ma. Beaucoup d'Algériens, حنا لازم كامل نشوفوا بلي لازم نديروا فرق ما بين الدولة والسلطان. Et beaucoup, Hassan, je suis désolé, beaucoup ne le font pas. C'est-à-dire, en soutenant la diplomatie algérienne, je soutiens Sakem Bonda Bouteflika. Mais non, mon frère. C'est pas ça le problème. Le problème. Mais on peut apporter des. On peut en discuter, on peut en parler. Hassan a dit tout à l'heure quelque chose de très important, c'est que les élus de la nation, en l'occurrence l'Assemblée populaire nationale, doit avoir des débats sur la politique étrangère, parce que c'est cela la courroie de transmission avec le peuple. علاش ما كاش يدير؟ Pourquoi ما يرشح ministre des Affaires étrangères لتحت؟ Pourquoi le ministre de la Défense ما يحبطش لابان؟ علاه؟ Tu me demandes ça à moi. Mais c'est à l'État de le faire. C'est à l'État de le faire. Mais ceci dit, le fait qu'ils ne descendent pas, le fait qu'ils ne descendent pas, parce que par exemple, le dossier, comment l'Algérie a géré le dossier à Mali, de l'avis de beaucoup de gens qui sont quand même. Là, on a évité le pire, parce qu'avec le Mali ou la Libye, si on avait géré autrement, بالضبط. كيت حتى حتى عفوا نترك الكلام يعني حتى الفرنسيين الان وحتى غير الفرنسيين يثمنون الموقف الجزائري في ليبيا ومالي لانه مثل ما قال انا وافق يدير لانه عندنا حدود شاسعه وكبيره مع هذ البلدين وتفكك الدولتين كان يؤثر بشكل مباشر على الجزائر. الموقف هذا كان جيد واعتقد انا لا غبار. الجميع 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 اعتبر أن الموقف الجزائري فيما يخص مثلا ليبيا أنه موقف الجزائري سي اون دوكترين، يعني في الحقيقه ماهوش السياسه الخارجيه، سي لا دوكترين لا بوليتيك ايترونجير، انه احنا الجيش الجزائري ما يخرجش خارج الحدود، الجزائر لا تتدخل في الازمات الداخليه الشؤون داخل البلدان، وهذا نابع من التاريخ يعني جامل ليسبري روح الحرب التحريريه تقرير المصير وتكوين حتى فلسفة الدولة الجزائرية. ولكن ممكن يكون عندنا مواقف صائبة، مواقف تتناسق مع تصورنا للعلاقات الدولية، ولكن لا يكفي. العلاقات الدولية هو ما هي قدرتك في التأثير في ليس فقط في الأزمات، في العلاقات، في 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 تأسيس التكتلات، في حل النزاعات. وهذا ما يكفيش انك تكون عندك موقف صائب، لانه في العلاقه الدوليه مصالح، في العلاقه الدوليه من الطبيعي جدا ان دوله مثل المغرب او فرنسا او اسبانيا تدفع على المصالح نتاعها، عادي جدا. لا نستغربوا انه مثلا المغرب تتحالف مع فرنسا من اجل الحفاظ على علاقه المصالح نتاعها وكسب مصالح اخرى، هذه عادي جدا. المشكل هل نحن ندافع بشكل الذي يليق عن مصالح الجزائر؟ والمصالح ماهوش موجوده فقط في داخل الحدود، عندنا مصالح خارج الحدود. في التصور مثلا الامريكي يقول لك احنا
لي زانتيري استراتيجيك، المصالح الاستراتيجيه في الخارج، مش فقط في الخارج، في ابعد نقطه من الحدود الامريكيه. القضيه اللي حبينا نناقشها الان هي عدم اهتمام رجال السياسه بما يجري خارج بلدهم وتاثيره على الوضع الداخلي في البلاد. لا، ربما يهتمون يعني باش ما نكونوش انجوست ما فيزافي دي بارتي بوليتيك، يهتم لحظه لانه فوق لما تاخذ برنامج كل احزاب سياسه عندهم تصور العلاقات الخارجيه، عندهم علاقات مثلا، هناك احزاب منتميه الى الامميه الاشتراكيه مثلا، هناك احزاب تتكتل في اطار تكتل الاسلامي، هذه تكتلات مش اهتمام، لا ولكن فيه مش احزاب منغلقه على نفسها، ولكن المشكل يكمن انه عدم قدرتهم في التاثير، عدم قدرتهم في حسن الوقت يضغط علينا يعني علينا. انا اشرت الى رجال السياسه لانه من المفروض نظريا ممكن غدوه يكونوا في السلطه، يعني راح يصيروا بلد، لهذا لازم يكونوا مهتمين بما يجري في العالم من تحولات وتكتلات وتغيرات، ولا هذا غير واضح في هذا النقطه. برك هذه يدير ذكر نقطه مهمه، قال غياب المعاهد ومراكز الابحاث، يعني عندنا مراكز تفكير المعهد لناسق، مع الدراسات السياسية والاستراتيجية الشاملة، نعم. اللي كان يعني سيتان لابوراتوار دي مخبر للافكار، يعني عنده لا بروسبكتيف، يعني دراسات استشرافية. مش صباح هذا المعهد، ولكن ما فيش حسن. يعني تفضل حسن المعلمي، اريد ان اختم مع ادير بن يونس. تفضل تفضل. فيما يخص حبيت تضيف حاجة؟ حبيت نضيف حاجة حتى تفكر عندي. أنا أختم بالنقطة التي بدأنا بها فيما يخص الأحزاب السياسية، يعني أرجع لك لحظة، أريد أن أختم إدير، نعطيك الكلمة. إدير بن يونس، بدأنا بعمارة بن يونس وأريد أن أختم هذا النقاش بعمارة بن يونس. كيف كان موقفه لما وصفوا الأمين العام للأفلان بأغيول، وأغيول يعني كلمة لا تليق من طرف رجل سياسة ضد رجل سياسة آخر، يعني بكل صراحة أنت وشقيقك وممكن تحدث معه في الأمر هذا، كيفاش كان موقفه وردوا على الأمين العام للأفلان؟ لا، هما داروا بيان كحزب الانبياء، دار بيان ورد الدباس مي بون كشخص كرئيس حزب. لا 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 يعني. كشخص لا ما تقيسوش هذه ابري 40 سنه تاع نضال سياسي واسمع اكثر من هذه سي با سوسي بون البروبليم يفوت عمارة بن يونس ولا جمال ولد عباس ولا سيليتيك اخلاقيات ممارسه سياسيه تاع الممارسه السياسيه في اخلاقيات المهنه عند الصحفيين وكاع سي دي كود كو لا كان جروب سوسيال اللي راهي ايفولي اونسومبل لا كوميونيتي هذيك اتفق عليها. دونك دركا ما بين واحد حاب يدير لو بوز دركا باسكو هادو لي ريزو سوسيو سي دوفوني ثانيت لا كورس شكون يدير البوز فيسبوك ولا في الاخر. دونك اون دي ديكلاراسيون مي لو بلوز امبورطون انا شخصيا ليا سي كو لي زون بوليتيك الجيريان دوف اتر جوجي سور لور بروغرام. اونكور اون فوا ما كاش حاجه كيما لي فاس ا فاس نقاش مفتوح. حسن مولي انت تختم اللقاء، تفضل لانه وقت الوقت انتهى الان. نكمل حيث ما حبس نطرمي يدير. الو جو بونس كو لو بروبليم او نيفو دو ديسكور بوليتيك اون اجيل الخطاب، مستوى الخطاب السياسي المنحط من الموالات والمعارضه، يعني لهالدرجه منحط، يعني هناك ضعيف جدا هناك بعض الشخصيات في المعارضه وفي الدوله، مثلا الى سيتي لا مام رابقبي يا كوم ميم دي جون كي فون بليزير ميم سي ان نوم او في المعارضه مثلا تسمعوا عنده قوه في الطرح، عنده خلفيه مليح ميم سي ما اتفقش معاه في الافكار، ولكن عنده مستوى. ولكن فيما يخص السياسه الخارجيه هذا يعني راك تطلب بزاف لرجال السياسه في الجزائر باش يحلك يعني مآلات المواقف الجزائريه ازاء القضايا التي يعني تهم الوطن. اذا يجب علينا ان نرقي العمليه السياسيه برمتها، ولكن انا قناعتي ان يعني هناك سيتان ايمون شونتيي باسكو ماناش نمارسو في السياسه، هذا تهريج سياسي. معليش في لحظة لأن الوقت انتهى، يجب أن نحترم الوقت. حبيت نقول أنه فيه عمل ممنهج لكسر الكفاءات على جميع المستويات وتشجيع الرداء. شكرا حسن موالي، شكرا إدير بن يونس، أشكركم أنتم أيضا مشاهدي الكرام
على أمل اللقاء بكم في عدد آخر من آخر كلام، تصبحون على خير.